السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أرحب بكم في هذا الفيديو الجديد عن سهم شركة صدر في السوق السعودي. السعر الحالي حوالي 355 ريال سعودي. سهم صدر في السوق السعودي رقمه 1832. الآن بالنسبة للتوزيعات، كان آخر توزيع في النصف الثاني من سنة 2020 خمس هللات فقط. الآن إعلانات الأرباح بلغت عن النصف الأول في 2021، أعلنت الشركة عن أرباح بحوالي 600,000 ريال سعودي، بينما في النصف الأول من سنة 2020 أعلنت الشركة عن خسائر حوالي 325,000 ريال سعودي خسائر. الآن ربحية كل سهم في النصف الأول من 2021 حوالي 24 هللة، بينما كانت خسارة كل سهم في النصف الأول من 2020 حوالي 13 هللة خسارة. الآن بالنسبة لنسبة الربح مقابل السهم، نسبة الربح 24 هللة عن الربع الأول. طبعاً الربع أول، هذا ربع، الربع الأول 24، يعني تحكي ريال من 355، يعني حوالي ريال على 355 النسبة، يعني أقل من ثلث نقطة مئوية نسبة ربح السهم بالنسبة لسعره. نسبة التوزيع خمس هللات، كان آخر توزيع في عن النصف الثاني 2020 طبعاً خمس هللات، طبعاً هي نسبة قليلة لا تذكر. طبعاً هذا السعر الآن حالياً سعره عالي جدا، 355 ريال، ربما يكون هناك بعض المضاربات، لكن هذا ليس نتوقع انه كمان كونه السهم تحول للخساره، تتحسن اوضاعه في نهايه 2021 وفي 2022، لكن السهم فعليا كسعر عادل اعلى من سعره العادل بكثير. الان هذا ليس تنفير من السهم ولا توصيه باي سهم، نتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.